Ça fait rire, mais ça, c'est des histoires vraies. Hein. كيفاش عندك الزهر راك مزهر ما يقدر عليا غير ربي العالمين والعلاج مره واحده باذن الله نوع السحر اللي فيه فخامه الراس نقدر نعالجه ونوقف على كرعيه ما دخلك بإذن الله مرة واحدة ويشهد علي الله عز وجل مخيخ راك فاهم.